ده عباد شويه وكتب على الله الى عباد شويه حمد الله عباد هزا الحمد لله لان عرف الله تعالى شو اسم خبيث الى قنعتي هذا من الله الحمد لله ربيتي بخلاء ديال الله انت تحكي دائما الارزاق راه كيفرق الله تعالى هناك ارزاق ماديه وهناك ارزاق معنويه الى عطى هذا سياره وكار وفلوس وليدات الى اخره واعطاك الثانيه الله غير مثلا غير بالركا ولكن عرفت هادشي كاع اللي عرفت فيه انا خاص تعرف بان الله قد من عليك بنعم المعنويه وانت ما عرفتش ما نطقش عليها اللي كثر من هذيك ما عندك موازين ما كتسقط بالمقاييس ولا تلزم بالمقاييس الا عطاك الله غير راح تبان وهذاك ما عندوش انت اللي بدك تقول شي الا عطاك الله غير الزوجات ديالك كتكبر لك وضحك الحمد لله وشكرا واحد اخر لا غير شري من النهار ضحكا بالملايين وبالقعد وجاب لي اي حاجه يسمع منها ضحك هو وكان هو كتقول لها انت ما كرهتش ها الا عطاك الله غير وليدات طالحين نعم خيار الوالد الله الله على خير حاج كيف حال ما جبتيش بارك الله عليك الوالد احسن من اي حاجه هذا نعم الوالدين عليه هذا عطاك الله الصبر عطاك الله الاحسان عطاك الله الكرم عطاك الله الكرم والغيث عطاك الله شي حوايج اخرين الحمد لله سبحانه وتعالى وصلي لان الارزاق قد فرق الله هذا الارزاق وعارف كيف غادي يفرق الارزاق غادي نرجعوا دابا ان شاء الله لهاد العصر اللي دخل اللي غادي نعيشوها فتخرجوا ان شاء الله بلا فيزا وكل واحد منكم خصو يخرج ان شاء الله بلا فيزا هذا الشيء اللي بغينا راه ما درنا الا قد الحوار وخلص النقاش وكل واحد فينا تيقول لها راسي راسي وكل واحد فينا كيعتبر راسو كيعرف بالكبرياء ديالنا وهذا الصفات المذمومه ولكن كون كون هنا ونناقشوا بيناتنا وشي عقلتي راه شي ياخذ من شي ان شاء الله غادي يكون تكافؤ اجتماعي بين الناس وكل الحمد لله العلم يكون النصح يكون الارشاد يكون فالدين النصيحه فلا خير في قوم لا يتنصحون ولا خير في قوم لا يحبون النصيحه او كما اشار الى ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تخيل اذا الله واحد عشر دقائق ما حد يشرب اليوم حنا كنا عشنا مع ضيف ديال الله هذا كيف اللي صار كيف اللي تخيل انه طار كاين اللي تلعب يتلاعب مع الناس وكاين يلعب غير مراته في معناه كاين فوق تيجو قدام الناس وهو واكل ولا كان كيف طايح حتى واحد ما شافوه ولكن عند الناس رقايب كاين واحد اخر اللي معقول كاع طعام ولكن يتمظهر قدام الناس وكاين جاب عندنا طايم هادشي كله بالافعال ديال الزميمه والمحموده شكون اللي كيفر عليها؟ رب العالمين ولكن شكون اللي غادي يدي شهاده من داك الكثير ضيف رب العالمين الضيف ديالك صافطو النهار ما كياكل كيشرب كيدا والو ولكن غادي يمشي شاهد عليك الى يوم الدين وذهب من غير رجع عمر هذا الشهر اللي جا عمرو يرجع ما هي الا مسميات غير مسميات كتعاودو رمضان رمضان ولكن هذا كلام الناس هذاك اللي شهر معقول مش هذا الشيء اللي درتي غير واش تشهد عليك بخير ولا تشهد عليك بالشر غير واش تقبل الله تعالى منك هاد الصية إلا تقبل منك الحمد لله وشكر ما تقبلش منك وراه وسميتو العلامة ديال القانون راه تبان عليك أنت لأن كل واحد فينا عارف أشنو دار غير ما نيتي زعما فيك عارف أنا دار كما تيقول هذاك اللي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم إلا تبغى تقبل غاتقبل مو شوف هو راسو كاع ما قبلها حتى كي ناخذها لان عارف ما عطاش صوره ما عطاش الحق حق الصبر وكذلك انت عطيت له الصيام حقه عرفنا نرجع عطيتي حقه حاول ذاك قبل ان تندم ولا تنفعك الندمات ولا الحسرات ولا الآه الدار ما حد باقي حي لان ما عرفناش الدوله بعد غدا ما رحمناش الاعمار بيد الله ما تعرف واش غادي تعاود رمضان ازاي ولا ما تعاودش وشحال من واحد كان عاش معنا وما عاودش رمضان وتمنى لو انه غير يعاود معنا غير واحد التريحه غير تعليله مزيانه خالصه لنا سبحانه وتعالى فاتوا كاع وانت ما زال الله في الراحه ما يهلك علاش ما تفقش من هذه الجبله هذه وهذه البلادي قبل ما يجي ان شاء الله باش ما نطول شيء غادي تخيلوا ان شاء الله غادي تخيلوا اننا داخله قاعة للمحاكمة حنا كنشوفو القاعة ديال المحكمة في
مثلا يعني في العالم كله كده في الدنيا مقاعد فيها المتهم وفيها الشهود وفيها القاضي الرئيس وفيها المحامون وفيها المستشارون وفيها الناس اللي ينادون بالراحه وفيها الشهود وفيها الناس اللي كيتفرجون اما من الاخرين واما من الناس اللي بعد. هذه هي المحكمه. حنا غادي نقولوا يا اخواني شوفوا محكمه ابتدائيه ومحكمه اجتماعيه كما كنقولوا والجنايات كيفاش كتدار في الدنيا وكيفاش غادي تدار في الاخره. غادي تخيلوا هذه المحكمه هذه دخلنا كاملين حتى واحد فينا ما عرفناش شكون هو المتهم. وحنا دخلنا فاذا بهذاك المتهم هما تفوت يديروا مكبل بالاغلال السلاسل مدلول مضروب معذب الى اخرها هو طيبوه ولا اسم جات على الكرسي ما قاد حتى دور اخي ما بقاش عنده ديك الحريه اللي كان عنده في الحاله دي لانه قدام القضاة قدام المحكمه اما ان يحكموا عليه اما بالاعدام واما بالمؤبد بالاعمال الساقطه بالمؤبد اما يخرج برا ما كاينش غادي يخرج برا علاش؟ حسوا فوق الشروط فيه ديال هذا الاتهام وهذا الجرم وهذا المعاصي اللي علاش غادي الجرائم اللي غادي تهدف بمعنى راه ضرب فيه وبات عليه واخا سير هنا بقى المحكمه شكون هذا اللي غادي يتحاكم قدام والديه قدام مراته قدام الوليدات قدام الاهل قدام الحي قدام الجيران قدام الناس اللي كيشوفوا في المكان اللي كيعرفوا في المكان والقريب هو من بعيد بمعنى لان انت كنتي كتبان انك مؤمن ولكن هذا الاخ هذا الخطره غادي يجيبوك باش يكشفوا على الجرائم اللي كنتي كدير بدون ما يشوفوك الناس. شكون هذا اللي غادي يتحاكم ديالي؟ هذاك اللي درنا له سمعه كامل ولا نبدو دابا سبعه ديالنا حنا وديرك شكون هذا اللي غادي يتحاكم ديالي؟ انت وانا كل واحد فينا غادي يعبر راسو وغادي يعتبر راسو انه هو اللي غادي يتحاكم. شوف هذوك الجرائم اللي كنتي درتي وما تاكلش والديك هاد النار غادي يكشفوا عليها قدامك. شوف هذوك المصايب اللي درتي وما شافوكش ولادك وما عرفوا عليك ولا والو هاد النهار غادي تكشفوا سيو قدام ولادك. عاد غادي يبقاو يقولوا هذا هو الوالد ديالنا هذا هي الام ديالنا هذوك المصايب كاع اللي كنتي كدير واحد بلا شك خوف يدك وفي الخلاء وسديد على راسك ودرت اي حاجه اليوم غادي تكشفوش. حنا دابا غادي غنحددو دوك المصائب اللي كنا درنا من دخول رمضان حتى خروج رمضان. حنا كنقول دابا غير نتخيلو ان شاء الله هذا رمضان هذا غير ما يقول الله تعالى كيفاش غادي يكون حالك وحالي انا وانت مكبل وكنتسناو القاضي باش يدخل هو دوك المستشار اللي غادي يحكم عليه. فاذا بها هو دخل وسمعنا محكمه كي غادي تكون اخويا يا هذوك انا وكتعرف راسك دخلت غير ثواني معدوده باش يشرحوك او لا يودوك غير عمرك تشوف مثلا الوليدات ولا تشوف الحياة ولا تشوف كي غادي غير تحس انت وكي غادي تحس كل واحد فينا يعيش ان شاء الله مع الذنوب اللي كان دار لان انت عرفتي من بس راه كل واحد فينا عارف اش دار ولكن كتلاقاو تتلاقاو بحال شي ناس بلا ما نقولها البشر كيخاف من البشر ما كيخافش من رب العالمين. اما اذا كيخاف من اذا كيخاف من الله انت لو بديت قدام البشر عند البشر ما يجيش الخوف راه هذا هذا والصبر مع هذا والحياه مع هذا واي حاجه مع هذا فالبشر ما يجيش ولا كدير شي حاجه قدام هذا وكتنسى البشر وكتخفي البشر هذه راه حاجه فرادي بينهم وبين انفسهم ولا بين زوجتهم. زعما نقولها احنا نطلب الله تعالى يجود علينا وعليكم. واخا جات المحكمة احنا المحكمة فإذا بالقاضي دخل محكمة وتيكشفوا لك على الجرائم ديال كلها اللي كنتي درت. وتقد لأن هذا حكم دنيوي احنا كنقولوا راه الجرائم تبدأ ولكن راه تقد خرج من هذه الجرائم لأن قاضي بشر والمحامي بشر والبشر قاعد قدام كل بشر والبشر قد يرتشى والبشر قد
يظلم، قد يتعدى الزور، قد يفتدي على الله الكذب، قد يأتي وشاية كاذبة وتدلع في الناس وتمدد في شيء أولاد فيك. قدر واحد يعرف واحد ويزوجك خدت خرج براءة خدت حد. هذا هو الحكم الدنيوي ما تحبسوه هنايا. هذا اختار غادي نقلك وغادي نقل راسي. دابا قدام الحكم الرباني، محكمة ربانية. غادي نشوفوا روحنا كيفاش غادي نتحكم. الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد، ما منكم، ماشي غير الأغنياء، ماشي غير الضعفاء، ماشي غير، ما منكم، كل بدون كيف الله سبحانه وتعالى كيخرب الحد، يحسن من حد، معدوم هي، واللي خلق هو اللي دار أي حاجة، مالك الملوك، بيديه كرسي، جبار قهار بأسمائه وصفاته. بسم الله العظيم العظيم بالجنود ديالو كلشي وتنشرنا وتعتدنا كاملين. لا منكم من احد ايها الجبابره ايها الفراعنه ايها الاكاسره او من الاغنياء او من المسؤولون يا دوك الناس يا اخي، لا منكم من احد الا وسيكلمه الله غدا يوم القيامه ليس بينه وبين ربه ترجمان، ليس بينه وبين ربه ترجمان. الراس الراس حركة، دارنا صف واحد وكيدوزنا واحد بواحد. خير يا أخي بقولك أربعة الناس مستعدين للزواج. دابا راه غادي تكشف قدام المحضر دايما، قدام من الأجداد اللي ما شافوكش، جدودك كيفتخروا بك، هاو الحفيد ديالنا، فإذا بهم هما كيشوفوا المصايب اللي دارتو الجرائم اللي دارتو. مثلا من الأمة الأولى إلى آخر الأمة. حتى الأمة كاينة 70 أمة حسب حد تعود 60 أمة وهذه الأمة المحمدية 70 أمة وكلهم غادي غادي يبقاو يسمعوا بعد الشيء كيقول لك الله تعالى واستعدي لهذا الجواب اللي كنا كنقول كذا. فإذا بالعبد مسكين تبغي تلعب مع الله تعالى حتى ولله يعذب الرسول حين كاين في الدنيا فيقول يا رب يا ربي، تقول الله تعالى عندي ودرتي هادي ودرتي هادي ودرتي هادي ودرتي هادي تيتكرر. فإذا بالعبد مسكين يتلاعب فيقول يا رب يا رب، يقول لبيك عبدي، فيقول من الذي من الذي أبلغ، شكون هذا اللي بلغ؟ فإن كان أن الرسول جاء فيقول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيختشي الانسان احتمال ذكروه وقفوا على حده فيقول يا رب وما الذي اعلمني بيوم الدين؟ انا ما اعرفش يوم الدين حتى ربي نغفله. فيقول رب العالمين الم تكن تقرا في كل سوره وفي كل صلاه مالك يوم الدين؟ فيقول بلى يا رب. فيقول هذا فهذا يوم الدين وأنا مالك، فهذا يوم الدين وأنا مالك. فيقول يا رب يا رب أمهلني أحضر محاميا. في واحد مسكين عيط عليه بس غير دافع عليا بس يوريني بأنني كنت بريء. مثلا ديك الأصدقاء اللي كنتي معاهم كنتي معاهم كنت بشي هذا قلنا في كلمة تقول لك غير كمي ودير ودير الى شتي دورو حنا كنهزوها انا تلقى نديرو. قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا قال لهم اتبعوا ياش؟ قال اتبعوا ما تتبعوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. قال رب العالمين قال لك من كان الله غدا يوم القيامة تابعه خسر كل شيء، من كان خصمه رب العالمين خسر كل شيء. هاد الناس هاد الصفة ديال هاد الناس يوم القيامة غادي يكون الله تعالى خصم ديالهم. علاش؟ قال اتبعوا سبيلنا وقال لهم الله تعالى وما هم بتابعين وما هم بحاميين لخطاياهم شيء إنهم لكاذبون. لو عرفوا
تلعبوا مع هذا، ولكن من اللي قالوها ها هما غادي يتحملوها. وقال لهم سيحملون اثقالا اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، ولا يحملن بالتوكيد والقسم اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، بمعنى غادي يتحملون نفس اللي جابوها لهم، ودوك الناس اللي غادي يطلعوهم، والناس اللي من قالوها جيل بعد جيل، الى ان يرث الله الارض عليهم. وقال لهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون، وغير لهم الله تعالى غادي يبقى لهم تابع، غادي يديرهم المتابعه علاش كيفتروا على الله الكريم ويجيبوا لك الشيخ العظيم. فتعرفوا يا اخواني الاخطاء كثير. فاذا هذا يقول يا رب يا ربي واش ممكن نمشي لحد واحد غير باش يشهد عليا انني كنت بالي، وتيقول والله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حاسبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. باش يكبر الله تعالى باش ما يظلمش الله العباد. راه انا ما عذبتش شيء حتى زليت زليت الناس اللي في الغرب وبعد ذلك بحثتي بهاد الناس وتهزتي منهم واعتبرتهم لا شيء وما امنتي فيهم واستهنتي بهذا الشيء ديالهم واعتبرتي راسك انت في موقف قوه واعتبرتي راسك انت بطل ها هو ملهيه انت هنايا. فيقول يا رب يا رب عذرا عذرا على ما فعل معلي يا ربي. قلت واش كذا ثلاثة حاجة زيد المثال هذا غير تعذر بهذا الوقيته المثال حقا نقولها هنايا العذر الاعتذار خصنا نطلبه هنايا بعد ذاك الدنيا. اما الى مشي حتى الموت ما بقاش الاعتذار ما بقاش المثال حتى يقول الله تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا والذين آمنوا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فيقول يا رب يا رب أتقبل مني فدية شخصية أو معنوية؟ إنسان كنا بعيد غيرنا واش في يوم واش غادي يفدي واش غادي يعطي؟ فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم لا تنفع اليوم لا تقبل منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. لا انت ولا ذوك الناس يكفروا ما بقاش تمشي فدية وما بقاش تعطيك حاجة لاخرين لأن الله الغني هو اللي كيعطي هو اللي كيرزق ما تردش في راسك دابا ديال الحساب ديال الأداء تأدي دابا تأدي أكيد هذا العدالة أحصل قدام رب العالمين هو كيطول. وبعد هذول على المؤمنين، احنا كنهضروا على الناس اللي العقاد، أما المؤمنين سيسترهم الله تعالى، غيكون السؤال بينه وبين الله، فيقول يا رب حينما يبشره بالمعاصي، فيقول يا رب لقد سترتها علي في الدنيا، فيقول الله تعالى سترتها عليك يا عبدي في الدنيا وأسترها الآن عليك في الآخرة. ايش لازم نقول هذا مالك باش نفتحوا جنبنا هذا ايام الله فلا تفتح لهم الارض عليه يا رب العالمين. ولكن هاد الناس العصاة اللي كيفتحوا العقاب لإجراء المجرمين فإذا الله تعالى هذا العبد هذا أحسن ما تخبر منه اللي يحضروا لا محامي لا فلوس لا فيديا لا معذرة لا يا ربي لا أريد شهادة للأحسن خير لما ليش هذه الله تعالى الناس